حدث هام وعرس وطني يجمع الشارع التلمساني بتطلعات وآفاق واعدة من خلال استحقاقات 7 سبتمبر المقبل، طموح وآمال بالاستجابة لمختلف انشغالاته في شتى المجالات والميادين. وهذه بلادنا ما عندناش فين نمشيو، لازم لنا نفوتيو على رئيس اللي يكون في المستوى ويخدم لنا البلاد ويخدم لنا الشباب. ده حدث يعني ديمقراطي كبير، ان شاء الله يشاركوا في الانتخابات، وكما نقولوا راه كاين بزاف مشاريع ان شاء الله تتجسد ويستفيد المواطن، كما سكنه عادل، كما رفع في الاجور، كما خلق مناصب عمل. هذا واش راه يخصه المواطن، العيش الكريم. وهي فرصه لساكنه ولايه تلمسان باش تكون جماهير قويه ان شاء الله يوم الاقتراع. حنا كسكان ساكنه تلمسان حنا على كل حال متبئين بالخير، هي فرصه باش الانسان يدلي بالاراء تاعو. مواطنو تلمسان بشبابها وبكل وعي ومسؤوليه عازمون على المشاركه بقوه في الانتخابات الرئاسيه المقبله. الرئيس ان شاء الله المقبل اللي وضعوا فيه الشعب الثقه، رغم كل ما كانت نسبه المشاركه قويه كل ما كانت الثقه كبيره عند الشخص رئيس الجمهوريه لبذل مجهودات اكبر ليكون عند حسن ظن كل الذين انتخبوه ان شاء الله. نتمنى كاع الشعب الجزائري يخرج يفوطي، وهذا هذه المناسبه مليحه لبلادنا، والخير ان شاء الله يزيد ان شاء الله يكثر في البلاد، ونتمنى ان شاء الله الخير للبلاد، وتحيه للجزائر. فمن اجل الجزائر شباب تلمسان يتطلع لغد افضل من خلال المشاركه بقوه في هذه الاستحقاقات الرئاسيه.